الحق لا يسقط بالتقادم، المعنى أنه لو كان ثبت الحق ببينة في ذمة أحد وطال الزمن وعدم المطالبة فإن الحق لا يسقط، الحق لا يسقط، لا سيما وأن المسألة تدور على حقين، الحق حقان، حق لله وحق لعباد الله. حق الله الأصل فيه المسامحة، حق عباد الله الأصل فيه المشاحة، وإن ثبت في الذمة لا يسقط. أما إذا كان حق الله فكالكفارات التي في الذمة وصاحبها على إعصار لا على يسار، فهل الإعصار تسقط عنه الكفارة أم لا؟ كما حدث في الرجل الذي جاء ينتف شعره ويقول يا رسول الله هلكت، قال وما أهلكك؟ قال أتيت امرأتي في نهار رمضان، قال اعتق رقبة أصم شهرين متتابعين أطعم 60 مسكينا، وفي كل يتعلل بالعلل، وقال بأنه فقير، فلما أوتي النبي صلى الله عليه وسلم بالتمر أعطاه إياه، قال على أفقر منا؟ قال أطعمه أهلك. استدل به العلماء بعض العلماء أنه لا يسقط، وإلا فلما أعطى أن يتصدق به، وبعضهم قال يسقط بالإعصار، وفيها نظر في هذا الباب، والحق أنه في الذمة ولا يسقط حتى يتيسر عليه. ومن باب أولى حق الآدمي إذ الأصل فيه المشاح، فلا يسقط بالتقادم، فمن ادعى حقا أرضا، ادعى زيد أرضا على عمرو وأتى بالبينة من سنين ولم يرفع ذلك لولي الأمر، فإن طول الزمان وتقاعد الزمان لا يسقط به هذا الحق، لا يسقط، بل وجب على القاضي إن وجد البينة وثبتت أن يحكم له. لكن هنا العلماء يرون بأن ولي الأمر قد يجعل مدة محددة لرفع القضايا، فإن مضت المدة سقطت الحق، بأن الحق لا يسقط كما قلنا. لكن كيف تسقط هنا؟ ولي الأمر يرفع الخلاف نعم، لكن كيف تسقط؟ حقا هذه المسألة يكون فيها إعمال القرائن المحتفة، لأنه ما دامت البينة معه والحق هو يكون ثابت ولم يرفعه وتركه سنين دل على أنه ليس بحقه، يعني كأنها صارت قرينة تنبئ أنه ليس بحق له، أو تعطي احتمالية أنها ليست بحق له، فلولي الأمر أن يوقت توقيتا ما لمثله إن فات يسقط الحق، ليس سقوطا كما بيناه مخالفا للقاعدة، ولكن جعل القرينة هنا محركة. كما قلت إن كان يملك البينة والوقت معه في ساعة ومكث سنين لا يرفع، إما أن نقول ارتضى بالسكوت وأسقط حقه، وإما أن نقول ليس له حق ابتداء، فللقاضي أن يقول لا أقبل الدعوة بعد 5 سنين. الآن الصوت كيف؟ الآن الصوت كيف؟ أكمل أم لا؟ هنا الشبكة، أنا عارف الشبكة هنا ضعيفة صح؟ أو قال موجود الحمد لله؟ طيب الحمد لله. إذا نقول لولي الأمر أن يقول نقبل الدعاوى في مدة 5 سنين، وجعل 5 سنين هنا قرينة على أنه لو لم يرفع الدعوى أنه له حق نعم وأسقطه، ولكل صاحب حق له أن يسقط حقه، أو نقول احتمالية أن الحق ليس ثابتا عنده، ليس له، في احتمالية أنه ليس له، فأعمال القرينة هنا. وأيضا حتى لا يكون هناك التحايل، ولأنه إعطاء المدة الطويلة تعلمون أن التزوير الآن صار أيسر ما يكون، فيتلاعب أناس يزورون فيطلعون على حقوق الناس فيتسلطون عليها، وفعل ولي الأمر هنا من باب السياسة الشرعية، وأنه لا يقبل الدعوة في مدة معينة، فتكون نظرة مصلحية مقاصدية،
لكن حتى لو تمادت الزمانات وعلم يقينا أن معه الحق وأثبت بالبينة فلا بد أن يعطيه حقه. فإذا الحق لا يسقط الحق بالتقادم، لا يسقط الحق بالتقادم، والإسقاط إزالة الملك، نعم، أو الحق لا إلى المالك ولا إلى المستحق. إذن هذه قاعدة مهمة جدا لتعلمها، بأنه لا يصح للإنسان أن يسطو على حق الإنسان المكلف، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه. فوجب عليه أن يرد الحق لأهله، وحتى لو قلنا باللقطة، لو كانت لقطة وهذه اللقطة مكثت معه سنة واستخدمها بعد السنة، لكنه جاء صاحبها بعد 5 سنوات، قلنا له: وجب عليك أن تردها، وجب عليك أن تردها. نعم. وبهذا نكون قد انتهينا من القواعد الفقهية، قاعدة الحق لا يسقط بالتقادم، ولله الحمد والمنة. طيب، لو في أسئلة تفضلوا، لكننا سننتقل بعد ذلك 10 دقائق وننتقل إلى عمدة الفقه، ثم نكمل السنة والتفسير بعدها بإذن الله.